قصدك الكتل الشيعية؟ الشيعي او الكرديه، منو اللي ضد الاقاله؟ أنا حقيقة ما فرق بين اليكتي والبارتي، بس أعتقد اليكتي اللي سليمانية ضد الإقالة، التيار الصدري ضد الإقالة، طيب نصف الفتح ضد الإقالة، طيب. بس هذا ما يعني أنه البارتي مع الإقالة. طبعا أنا من أقول لك أنه السليمانية ضد الإقالة لا يعني أنه أربيل مع الإقالة. أربيل عندها شروط. المكونات الشيعية فقط دولة القانون هي التي تدعم موضوع الإقالة بقوة، وهذا الشيء صار واضح يعني، والتسجيل الصوتي اللي تسرب لأحد أعضاء الجبهة العراقية واضح جدا، يعني ما يحتاج إلى تفسير أو تأويل. نفع فعندك الدافع بقوة من الطرف الشيعي هو دولة القانون. طيب نعم، نفع السيد علي الصجري نفى التسجيل، قال هذا التسجيل مو صحيح، نفى مفبرك قال، لكن دولة القانون ويا الإقالة نعم. قابل صورة، قابل صورة ويصير فوتوشوب، تسجيل وصوته ونعرف صوته وسامعين. طيب شلون ينفي يعني؟ طيب